عرض القوات الجوية. لسماء المعارك نسور تحمي وتصون مقدسات الوطن وتحافظ على استقرار هذا البلد الأمين. هم نسور مصر وفخر الوطن. إنهم رجال القوات الجوية المصرية يجوبون سماء هذا الوطن ليل نهار ليظهروا معنى التضحية والفداء. من أجلك يا مصر يحملون أرواحهم على أكفهم ليلبوا النداء بقوة وولاء. شعارهم إلى العلا في سبيل المجد. تظهر الآن مقاتلتان F-16 من الجيل الرابع ذات القدرة العالية على المناورة وتنفيذ المهام. ويمكن لطائرات F-16 تنفيذ المهام الجو-جو والجو-أرض، وكان له دور بارز في أعمال مكافحة الإرهاب. F-16 فالكون متعددة المهام أمريكية الصنع من مقاتلات الجيل الرابع التي تتميز بقدرة عالية على المناورة. طائرة الإنذار المبكر ETC ترافقها طائرة ميراج 2000. طائرة الإنذار المبكر ETC يرافقها طائرتان ميراج 2000. ميراج 2000 بالانفصال وعمل مناورة حادة تظهر القدرة العالية على المناورة وكفاءة طيار قواتنا الجوية. تتقدم الآن المقاتلات متعددة المهام تشاركنا احتفالنا اليوم بتخرج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية. طائرات F-16 تعتبر من المقاتلات المتطورة التي يعتمد عليها في تنفيذ المهام لما تتمتع به من قدرات قتالية عالية. طائرات الرافال والتي تعد من أحدث طائرات الجيل الرابع المتقدم انضماما لقواتنا الجوية. طائرات MiG-29 متعددة المهام من الجيل الرابع المتقدم والتي يمكنها التعامل مع جميع الأهداف الجوية والبحرية والأرضية.
تتقدم في مواجهة المنصة طائرة النقل الاستراتيجي إليوشن 76 MF، وبجانبها طائرات K8 المحمية بطائرات الرافال.